شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، شملت العديد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء صلوات تلمودية تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم أصبحت مهنة المستوطنين في مدينة القدس المحتلة تنفيذ أكبر قدر ممكن من اقتحامات الأقصى. لا أشهر حرم عند المستوطنين، بل باتت اقتحاماتهم تتضاعف يوميا وبشكل هستيري في ظل تخوف الأوقاف الإسلامية في القدس من محاولات تقسيم المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه. هذا جزء من الحرب الدينية التي تحاول دولة الاحتلال إشعالها. المسجد الأقصى في خطر داهم وأمام خطر حقيقي بعد هذه الاقتحامات. بن كفير نفسه ما يسمى وزير الأمن الداخلي يقود هذه الاقتحامات ويسعى لمنع المصلين الفلسطينيين والمسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا اعتداء وهذه جريمة حرب بحكم وبموجب القانون الدولي. ما يجري في مدينة القدس المحتلة ليس بعيدا عما يجري في الضفة الغربية. عشرات الاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال طالت مدن رام الله والخليل ونابلس وجنين أسفرت عن اعتقال عددا من الفلسطينيين. هذه الاقتحامات هي جزء من خطة لحسم الصراع مع الفلسطينيين من خلال اجتثاث المقاومة، السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي، وإبقاء الفلسطينيين تحت الضغط المستمر بمنع أي حراك جماهيري لإسناد غزة أو حتى لرفض الاحتلال. وتصاعدت أعمال عربدة المستوطنين في الضفة الغربية والتي أدت لتهجير قرابة 24 تجمعا بدويا، إلى جانب استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال. أكثر من 7800 معتقل فلسطيني اعتقلهم جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، باتوا يتعرضون لأكبر حملة تعذيب جسدي ونفسي داخل معتقلات الاحتلال. من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محمد رجوب، للتلفزيون دولة الكويت.